المنتج السينمائي الكبير الأستاذ أحمد السبكي الحقيقة أبدى إعجابه بالمبادرة وأعرب عن أمله في أن هي تخدم المحتوى العربي بشكل كبير. طيب احنا بينضمنا على الهاتف في المنتج السينمائي الكبير الأستاذ أحمد السبكي. أستاذ أحمد في البداية برحب بيك وصباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. صباح الورد والجمال. وإحنا بدأنا نتفائل بالمبادرة وردة فعلكم الحقيقة الكبيرة، ومتطلعين لمحتوى يكون مختلف تماما إنتاجيا وثقافيا وفنيا، وكنت طبعا هو اللي سايد في المجتمعات العربية بشكل كبير. طبعا المبادرة دي هتقلب كيان الفن كله في مصر والوطن العربي كله والسعودية ومصر كله. ده مبادرة يعني سيادة المستشار المعالي الوزير بصراحة 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 بيفاجئنا بحاجات حلوة قوي بصراحة يعني. وسيادة المستشار في غنى يعني، ده في الرياضة وفي الفن وكل حاجة، الحمد لله بيعمل وسائل ترفيه جميلة جدا لكل الناس. فرقت السنة اللي فاتت كتير يا أستاذ أحمد فكرة المحتوى اللي كان بيقدم من خلال هيئة الترفيه، يمكن شفناه طبعا كلنا من خلال حفلات ومسرح وسينما وحاجات كتير قوي. بس بإذن الله ربنا هيزيل الوباء عن كل البلاد ونكمل الحاجات اللي عملها سيادة المستشار. هل قبل كده حضرتك شاركت بشكل ما أو بآخر مع منتجين آخرين؟ للأسف أنا عمري ما شاركت مع سيادة المستشار في أي حاجة بصراحة. وأتمنى أن أنا أشارك معه في أي حاجة. طب أنت بتتوقع يا أستاذ أحمد بقى يكون شكل الحوار ما بينكم جميعا، وممكن نقول في تنافس أحيانا ما بين شركات إنتاج كتير، إزاي ممكن الكل يعني الخطوة دي تحتويه ويطلع منتج محترم والكل يكون كسبان، سواء منتجين طبعاً أو حتى جمهور؟ طبعا التنافس بيخلق بيعمل من السلعة اللي احنا بنعملها أو من العمل اللي احنا بنعمله حاجة حلوة جدا. كل واحد بيتنافس عشان يطلع كل اللي عنده، وده اللي بيسهله سيادة المستشار وسيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ. فاهمني؟ التنافس في حد ذاته نجاح، هنعمل محتوى كويس ما بيننا وما بين بعضينا. طب قول لي يا استاذ احمد، انت ايه الافكار اللي في دماغك كده لما تجتمعوا كلكم كده وتقعدوا وتتكلموا، ايه الافكار اللي ممكن تكون بتدور في دماغك وكانت محتاجه امكانيات معينه وممكن تتحقق من خلال المبادره اللي بنتكلم عنها النهارده؟ والله بص، احنا لو عملنا صناعه وعملنا مثلا سيد بنعمل فيلم مشترك ما بيني وما بين السعوديه، اصور هنا في السعوديه واصور في مصر واصور في الوطن العربي كله، دي حاجه كويسه جدا طبعا. يبقى العمل كله متكامل على بعضه. ازاي اصلا استقبلت يبقى خبر المبادره يا استاذ احمد؟ ازاي استقبلته وازاي قلت لا انا هتفاعل هكون موجود هشارك مع الزملاء المنتجين في الوطن العربي كله؟ باذن الله نشارك، وفرحت جدا باللي عمله سياده المستشار. وده عند الفن والثقافه على فكره هو. متفائل يا استاذ احمد؟ يعني طول عمره ايه؟ متفائل بالخطوه دي؟ متفائل جدا جدا جدا، ونجاح باذن الله. هل ممكن تقدم وجوه جديده من خلال اعمال بقى ممكن تشتغلوا عليها الفتره الجايه؟ هنعمل كل اللي احنا عايزينه. وانا شغلتي ان انا اقدم وجوه جديده واعمل حاجات حلوه وادعم الصناعه عامه. يعني احنا طول عمرنا على فكره، انا اللي اشتغلت في الصناعه ديت ساعه الثوره عندنا في مصر. انا الوحيد اللي كنت شغال الحمد لله. فاهمني؟ وانا اللي كنت داعم للسينما وداعم للفن في الوقت ده. يمكن يا استاذ احمد برضه فكره ان احنا بنتكلم على الفن بشكل كبير، احنا دايما بنحاول طول الوقت ان احنا نتكلم عنها سواء سينما او مسرح، ولكن المبادره اللي دي الحقيقه واخده اهتمام كبير جدا، مش بس مننا والله، ده من المنتجين العرب كلهم وحتى الفنانين بشكل كبير. انت كمان اشتغلت في وقت الازمات، وقت الثوره ووقت الكورونا دلوقتي، ده تحدي للعالم كله، ازاي ممكن تحتوي ازمه الكورونا؟ طبعا وانا اللي شغال، وانا اللي بنزل افلام في وقت الكورونا برضك عشان تبقى عارف. انا منزل ثلاث اربع افلام طول السنه في فتره الكورونا. من يناير 2020. وربنا يشيل الوباء عن البلد كلها باذن الله تعالى، والدنيا ترجع احسن من الاول باذن الله تعالى. يا رب، اللهم امين. احنا طبعا سعداء بوجودك معنا يا استاذ احمد. حبيبي، ربنا يخليك. طبعا منتجنا السينمائي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا. سياده المستشار معالي الوزير، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، نورتنا في صباحك مصري والله، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا حبيبي، شكرا جزيلا لحضرتك.